مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذلك هناك أمطار رعدية متوقعة في معظم مناطق المملكة بشكل متفرق، وأيضا فرصة لزخات من البرد، وأيضا فرصة لتشكل السيول وجريان الأودية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول وأوقات الهطول. أيضا نلاحظ أن هذه الليلة أو باعتبار مساء هذا اليوم الاثنين ستبدأ هناك هطولات، تتكاثر السحب الركامية على ارتفاعات مختلفة، وأيضا الركام المزني يزداد تدريجيا، وبالتالي بنتوقع هذه الليلة ليلة الاثنين على الثلاثاء أن تحدث زخات رعدية من المطر في أماكن مختلفة. صباح يوم الثلاثاء تنتشر هذه الغيوم إلى أماكن مختلفة من المملكة ويشتد هطول الأمطار، وبذلك تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وبتستمر تقريبا حتى ظهر يوم الثلاثاء. في مساء يوم الثلاثاء يتراجع الهطول تقريبا تدريجيا وتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا. الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء غير مستقرة، أجواء غائمة جزئيا، زخة إلى غائمة أحيانا، زخات رعدية من المطر أحيانا وفي أماكن مختلفة. الأمطار تكون على شكل زخات مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، والصغرى المتوقعة بحدود 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي يستمر تأثيرها على المملكة، وبالتالي تبقى الأجواء غائمة وأيضا زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأيضا درجات الحرارة حتكون أقل من المعدل بشكل واضح. العظمى المتوقعة بحدود 23 درجة، لكن يوم الثلاثاء ليلا تميل الأجواء إلى الاستقرار، تضعف هطول الأمطار ويتلاشى تدريجيا، والصغرى المتوقعة 15، أي تميل درجات الحرارة صباح بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وصباح يوم الأربعاء تميل الأجواء إلى البرودة قليلا. الأربعاء استقرار على الأجواء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تكون الأجواء لطيفة بالنهار أيضا مشمسة، يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة، وبتكون درجات الحرارة العظمى أقل من المعدل. العظمى المتوقعة بحدود 24-25، أجواء لطيفة بالنهار أيضا لطيفة بالليل، لكن تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الخميس ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة بالنهار أيضا بتكون مشمسة، وبتكون درجات الحرارة العظمى ما بين 25-26، أقل من المعدل بقليل، ما بين درجة إلى درجتين أو ثلاثة، والعظمى المتوقعة 25. لكن الخميس ليلا بتكون الأجواء لطيفة لكنها تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية أجواء غائمة، زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا. إربد العظمى المتوقعة 26 والصغرى 18، عجرون 25-15، جرش 26-17، والمفرق العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر أحيانا، والبلقاء العظمى المتوقعة 24 والصغرى 16، مأدبة 23-15، عمان 23-24 العظمى والصغرى 15، البحر الميت 32-24، والزرقاء 27-15 درجة مئوية.
المنطقة الجنوبية، أجواء غائمة جزئيا، قد يتخللها أيضا سقوط بعض زخات متفرقة من مطر أحيانا. الكرك 24-15، الطفيلة 23-16، الشراه 22-13، ومعان 30-16، وخليج العقبة 32-23 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. الأزرق 30 العظمى والصورة 17، الصفاوي 30-17، والرويشد 31-16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمن الله ورعايته. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.